بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم درسا في شرح كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز بالرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في ذكر حقيقة مرض القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لما بين الشيخ رحمه الله أن القلوب تنقسم إلى قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض، قلب مريض بين الحياة والموت، بين أسباب مرض القلب لأجل أن يمكن علاجه، لأن المرض إذا عرفت أسبابه أمكن علاجه. فمرض القلب له أسباب، فلا بد من علاج هذه الأسباب. نعم. الباب الثاني في ذكر حقيقة مرض القلب. قال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نعم. الله جل وعلا في أول سورة البقرة قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ما هو السبب في النفاق هذا والمخادعة؟ في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، مرض الشك والشبهة وحب المال وحب الدنيا، هذا الذي أمرض قلوبه. فزادهم الله مرضا، فالمنافق يزداد مرضه كما أن المؤمن يزداد إيمانه. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. إذا أنزلت سورة من القرآن، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ليه زادتهم الآية السورة رجس؟ لأنهم يشكون فيها ولا يؤمنون بها، فتحدث لهم زيادة المرض في قلوبهم. فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، نسأل الله العافية. والله جل وعلا قال في القرآن: يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فالقرآن من أقبل عليه وآمن به وتدبره فإن الله يهديه به، ومن أعرض عنه ولم يعبأ به واتبع هواه واتبع
شهواته فإن القرآن يضله. ليه؟ لأنه فاسق خارج عن طاعته، ما يضل به إلا الفاسقين. والفسق هو الخروج عن طاعة الله، ويكون فسقا أكبر إذا خرج من الإيمان إلى الكفر، كما عليه المنافقون النفاق الأكبر الذين ينقضون عهد الله. من هم الفاسقون؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. عهد الله جل وعلا على الإيمان، وعلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الاتباع، ثم نقضوا عهدهم مع الله ومع رسوله. يقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الله جل وعلا أمر بصلة الأرحام، هم يقطعون أرحامهم، وأمر بصلة القرآن بعضه ببعض وعدم تقطيعه وأخذ بعضه وترك البعض الآخر، اتباع المتشابه وترك المحكم. هذه طريقة أهل الزيغ والمنافقين، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فالله أمر بأن يرد المتشابه إلى المحكم، يفسره ويبينه ويوضحه، وهؤلاء أخذوا المتشابه وتركوا المحكم. وأما أهل الإيمان فردوا المتشابه إلى المحكم وقالوا آمنا به، كل من عند ربنا. المتشابه والمحكم كله كلام الله، يفسر بعضه بعضا. وهذه طريقة أهل النفاق. فمثلا الآن يقولون الإنسان حر في عقيدته، اختار ما يشاء، ويستدلون بقوله تعالى فمن شاء، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذا جزاء الكافر بالقرآن، أحاط بهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنا لا، هذا جزاء الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه. هؤلاء أخذوا المتشابه، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قالوا هذا تخيير، مع أنه ما هو تخيير، إنما هو تهديد، أمر تهديد ما هو تخيير. فهم يأخذون بعضا ويتركون البعض الآخر لأجل أن يشبهوا على الناس، ويقولون نحن نستدل بالقرآن. نقول كذبتم، ما استدللتم بالقرآن. الذي يستدل بالقرآن هو الذي يؤمن بجميع القرآن ويرد بعضه إلى بعض ويفسر بعضه ببعض، لأنه كله كلام الله، هذا الذي يؤمن بالقرآن. أما من يأخذ المتشابه هذا كافر بالقرآن وليس مؤمنا. هذه طريقة المنافقين في كل زمان. نعم. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، كما سبق في الآية أن الشيطان إذا تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا القرآن وسمعه من حوله، جاء الشيطان وألقى شبها على القرآن وعلى مدلولات القرآن، وربما يسمعون صوت الشيطان. فالله جل وعلا نزل القرآن هدى وشفاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن على أصحابه ويعلمهم إياه، ثم يأتي الشيطان فيلقي حول القرآن شبهات
ووساوس لأجل أن لا ينتفع به من سمعه. ثم الله جل وعلا ينسخ ما يلقي الشيطان، يبطله ويزيله ويحكم آياته. ثم بين الحكمة، لماذا الله مكن الشيطان من هذا العمل مع أنه قادر على أن يهلك الشيطان وأن يبطل عمله؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، والقاسية قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الله حكيم عليم سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم. أمرهن ألا يلن في كلامهن كما تلين المرأة المعطية الليان في منطقها فيطمع من في قلبه مرض الشهوة. الليان الليان المطل، أما الليان اللين لين الكلام. نعم. كما تلين المرأة المعطية الليان في منطقها فيطمع من في قلبه مرض الشهوة، ومع ذلك فلا يخشن في القول بحيث يلتحق بالفحش، بل يقولن قولا معروفا. المرأة بحاجة إلى مخاطبة الرجال في أمور دينها ودنياها، بحاجة إلى مخاطبة الرجال في شؤونها وحاجاتها، لكن عليها أن تتحفظ في مخاطبتها، فلا تمزح مع الرجال، ولا تتغزل معهم أو تضحك معهم، لأن هذا يطمع فيها من؟ الذين في قلوبهم مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا نالت في كلامها ومزحت وضحكت فإنه يطمع بها، أما إذا تكلمت كلاما عاديا نزيها معروفا فإنه لا يطمع بها. والله أمرها بالتوسط، لا يكون كلامها خشنا فاحشا بذيئا مع الرجل، ولا يكون كلامها لينا يطمع من في قلبه مرض، بل تقول قولا معروفا. نعم. وقلنا قولا معروفا، هذا خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لكل نساء الأمة، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، وهن أمهات المؤمنين، والأمهات أمهات المؤمنين رجالا ونساء، فالأمة تقتدي بهن، نساء المؤمنين يقتدين بأمهاتهن من نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب في آخرها قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم قال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، مرض الشبهة والشهوة، لنغرينك بهم، نلقي في قلبك البغض لهم، ثم لا يجاورونك فيها أي في المدينة إلا قليلا، ملعونين
أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا في شأن المنافقين الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، وهم المنافقون يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالكلام السيء والحط من قدر المؤمنين والمؤمنات وبالإرجاف أيضا، يرجفون في الناس، يجيبون أشياء مخوفة بكلامهم، سيكون كذا وسيحصل كذا، واحذروا من كذا وكذا، مقبل عليكم كذا وكذا، يرجفون. فالذي في قلبه ضعيف الإيمان يصدقهم، أما المؤمن فإنه مطمئن ما يصدقهم ولا يلتفت لهم، لكن يؤثرون على بعض المؤمنين. والله قال جل وعلا: وفيكم سماعون لهم، يسمعون كلامهم ويتأثرون به. فهؤلاء هم المرجفون في المدينة، هل يتلمسون الأشياء المخيفة والتهديدات، وجاكم البلاء وجاكم الشر وجاكم، هؤلاء مرجفون. أو إذا سمعوا خبرا فيه سوء نشروه طيروه، هؤلاء مرجفون في المدينة. والمؤمن ما ينشر هذه الأمور ولا يروع المسلمين، بل يطمئن المسلمين. نعم. لكن هذا نتيجة المرض الذي في قلوبهم، كل هذا نتيجة المرض الذي في قلوبهم. نعم. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. نعم، في هذه الآية أخبر الله جل وعلا أن النار خزانها 19، عليها 19 ملكا من الملائكة، والنار واسعة وأهلها كثيرون. فقال أبو جهل: أنا أكفيكم منهم كذا وكذا، لا يهمونكم، أنا أكفيكم منهم كذا وكذا والبقية عليكم أنتم، ونطلع من النار، يعني من باب السخرية والاستهزاء. يقولون مشويين، ما هم، لأنه ما يعرف الملائكة ولا يعرف الملك الواحد وقوته. والله جل وعلا من حكمته أنه جعل عددهم 19 لأجل الفتنة، فتنة هؤلاء حتى يسخروا ويقولوا النار ما عليها إلا 19 ملك، ما يكفون هذولا، أهل النار كثيرون وأهل النار إلى آخره. ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ملائكة 19، إيش 19؟ ملائكة، ما هم بشر، ما هم مثلكم. ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، 19 فتنة للذين كفروا ليتكلموا ويقولوا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فصاروا ثلاثة أقسام: الكفار يسخرون ويقولون ما هذا، ما يكفون ذولا، ما يكفون، وأنا أكفيكم كذا وكذا منهم. والمؤمنون من المسلمين ومن أهل الكتاب يصدقون بهذا، لأنهم عندهم الوحي وعندهم القرآن، عندهم التوراة والإنجيل، فيصدقون ويعرفون الملائكة. المسلمون وأهل الكتاب يعرفون الملائكة، أما هؤلاء ما يعرفون الملائكة ولا يؤمنون بهم، ما يؤمنون بالملائكة. فانقسموا ثلاثة أقسام: المؤمنون وأهل الكتاب، والكفار
والمنافقون. نعم. فالله ذكر الحكمة في عدد خزنة جهنم، الحكمة. نعم. أخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار 19، فذكر سبحانه 5 حكم. نعم. فتنة للكافرين، فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم. نعم. وقوة يقين أهل الكتاب. نعم. فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم عن أنبيائهم من التوراة يعني والإنجيل. نعم. من أنبيائهم من غير تلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، وإنما تلقوا هذا من كتابهم، وكتابنا وافق كتابهم ففرحوا بذلك. نعم. فتقوم الحجة على معاندهم، وينقاد للإيمان من يريد الله أن يهديه، وزيادة إيمان الذين آمنوا بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به. أهل الإيمان ما أحدث هذه الآية 19، ما أحدثت عندهم أي تردد، بل آمنوا بها لأنهم يعرفون الملائكة وقوة الملائكة، يعرفون حكمة الله جل وعلا، لا يشكون. نعم. وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزء، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، لا يرتابون في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، إذا وافق ما معه ما عندهم لا يرتابون في هذا. نعم. وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك، وعن المؤمنين لكمال تصديقهم به. ازداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. نعم. فهذه 4 حكم. نعم. فتنة الكفار، ويقين أهل الكتاب، وزيادة إيمان المؤمنين، وانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب. نعم. 5 حيرة الكافر ومن في قلبه مرض. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يقول وش الحكمة في هذا؟ نعم. 5 حيرة الكافر ومن في قلبه مرض وعمي قلبه عن المراد بذلك، فيقول ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ثم قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود الملائكة جنود من جنود الله، والملك الواحد ما يقوم لها أهل الأرض كلهم. نعم. وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها، قلب يفتتن به كفرا وجحودا. افتتن. قلب يفتتن به كفرا وجحودا. نعم. وقلب يزداد به إيمانا وتصديقا. نعم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يعني السورة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعم. وقلب يتيقنه فتقوم عليه الحجة به. يتيقنه ولكن لا يتبعه، تقوم مثل أهل الكتاب، تيقنوا ما في القرآن من الحق، ولكنهم لأجل الكبر والحسد لم يؤمنوا به، وقامت عليهم الحجة. نعم. وقلب يوجب له حيرة وعمى فلا يدري ما يراد به. نعم. يتردد فيه، يعني ما عنده إيمان ويتردد، شك، يصير عنده شك. نعم. فهذه الحكمة من الله جل وعلا في هذه الآية. نعم. واليقين وعدم الريب في هذا الموضع واليقين وعدم الريب في هذا الموضع إن رجع إلى شيء واحد كان ذكر عدم الريب مقررا لليقين ومؤكدا له، ونافيا عنه ما يضاده بوجه من الوجوه. وإن رجع إلى شيئين بأن يكون اليقين راجعا إلى الخبر المذكور عن عدة الملائكة، وعدم الريب عائدا إلى عموم ما أخبر الرسول به،
لدلالة هذا الخبر الذي لا يعلم إلا من جهة الرسول على صدقه، فلا يرتاب من قد عرف صحة هذا الخبر بعد في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت فائدة ذكره. نعم. والمقصود ذكر مرض القلب وحقيقته. نعم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس، هذا خطاب لجميع الناس المؤمنين والكفار. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سورة يونس. نعم. فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي، فإن الجهل مرض شفاؤه العلم والهدى، والغي مرض شفاؤه الرشد. الغي. نعم. والغي مرض شفاؤه الرشد. وقد نزه الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذين الدائين، فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. والنجم إذا هوى، أقسم سبحانه بالنجم، والله يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء فيه عبرة وعظة. النجوم من آيات الله سبحانه وتعالى، وقوله والنجم ليس خاصا بنجم معين، جنس النجوم. إذا هوى يعني غاب، إذا غاب في مغيبه. الجواب جواب القسم: ما ضل صاحبكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ما ضل عن الحق، وما غوى، نفى عنه الأمرين، الضلال والغي. نعم. ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: والنجم. ووصف رسوله صلى الله ووصف، وقد نزه الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذين الدائين، فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ووصف رسوله صلى الله بالرفع خلفائه. نعم. ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم خلفائه بضدهما، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. وجعل كلامه سبحانه صلى الله عليه وسلم قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وش نعمل عند الاختلاف؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وهم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، لأنهم قرروا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعملوا بها وحكموا بها، فاستقرت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. ولا من جاءت من الفتن إلا باتباع السنة، سنة الرسول. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ من شدة التمسك. فأنت تمسكها بيدك وتعض عليها بسنونك خشية أن تفلت منك، لأنك في موقع خطر، مثل الغريق الذي معه حبل في لجة البحر، معه حبل، إذا أطلق الحبل هذا غارق وهلك. فما دام متمسكا بالحبل فإنه ينجو. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحبل، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا من جاءت من الفتن إلا باتباع الكتاب والسنة، سنة الرسول وسنة خلفائه. ما ينجي من الفتن إلا هذا. نعم.
ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم خلفاءه بضدهما فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الراشدين المهديين، الرشد ضد الغي، والهدى ضد الضلالة، ما ضل صاحبكم وما غوى، ففيها معنى الآية. نعم. وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة. وهد نعم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربي، على للمؤمنين والكفار. نعم. وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة. خص هو عمم ثم خصص، عمم الموعظة وخصص الهداية بالمؤمنين، فمن التفت إلى هذه الموعظة هداه الله، ومن أعرض عنها أهلكه الله سبحانه وتعالى. نعم. وشفاء تاما لما في الصدور، لما في الصدور من أمراض الشهوات والشبهات والشكوك، يعني القلوب، المراد بالصدور هنا القلوب. نعم. فمن استشفى به صح وبرئ من مرضه. استشفى بالقرآن، القرآن موعظة، من استشفى به صح وشفي من مرضه، لأنه هو العلاج الوحيد لهذا المرض. هذا العلاج بالمضادات ولا بالحبوب والأشربة، هذه للجسم، هذه علاج للجسم، الطب علاج الطب هذا للجسم، أما علاج القلب من مرضه وشكوكه فهو بالقرآن والسنة. نعم. فمن استشفى به صح وبرئ من مرضه، ومن لم يستشف به فهو كما قيل: إذا بل من داء به ظن أنه نجا وبه الداء الذي هو قاتله. إذا بل يعني أحس بالشفاء ظن أنه نجا، ولكنه فيه المرض، ما برح، فيه المرض ومرض قاتل، فلا يغتر لأنه تناول شيء من الشفاء ما دام المرض لم يغادر. نعم. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن على نسق واحد، أنه هداية للمؤمنين وأنه حجة على الكافرين، كله على نسق واحد. وننزل من القرآن، يقول من هذه ليست تبعيضية، إنما هي بيانية، وليس بعض القرآن شفاء وبعضه لا، القرآن كله شفاء، لكن من تأتي للبيان وتأتي للتبعيض، والمراد بها هنا البيان، البيانية، من البيانية. نعم. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن في نفسه شفاء، لكن الناس يختلفون، منهم من يشفى به وهم المؤمنون، ومنهم من يمرض به وهم الكفار لا ينفعهم. نعم. والأظهر أن من ها هنا لبيان الجنس. نعم، بيانية، من بيانية وليست تبعيضية. نعم. فالقرآن جميعه شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني فقلنا إنها بيانية لأن القرآن كله رحمة للمؤمنين، ما هو بعضه رحمة وبعضه لا. نعم. فالقرآن جميعه شفاء ورحمة للمؤمنين. فصل. ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه، وهو خروجه عن اعتداله انتهى من مرض القلب، انتقل إلى مرض البدن، وهو رحمه الله طبيب ومن كبار الأطباء، يعرف العلاج ويعرف الأدوية ويعرف، وسيذكر لكم شيء من هذا تعرفون به مهارته في الطب رحمه الله. نعم. فصل. ولما كان مرض البدن
خلاف صحته وصلاحه، وهو خروجه عن اعتداله الطبيعي بفساد يعرض له يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية، فإما أن يذهب إدراكه بالكلية. ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه، خلاف صحة البدن وصلاحه يعني سلامته، صلاحه يعني سلامته، مو بصلاحه الديني، صلاحه السلامة من الأمراض. نعم. خلاف صحته وصلاحه، وهو خروجه عن اعتداله الطبيعي بفساد يعرض له يفسد به. ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه، وهو خروجه عن اعتداله الطبيعي. نعم. لفساد يعرض له مرضه، يعني مرضه بخروجه عن اعتداله، إذا خرج الجسم عن اعتداله مرض. نعم. وهو خروجه عن اعتداله الطبيعي لفساد يعرض له طبيعي الذي خلقه الله فيه، ما دام الجسم أنه معتدل هو صحيح، إذا تأثر هذا الاعتدال مرض، عاد سواء مرض كثير ولا قليل، إذا خرج عن الاعتدال، اعتدال في قواه وفي حواسه وفي تركيبه. نعم. لفساد يعرض له يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية، فإما أن يذهب إدراكه بالكلية كالعمى والصمم والشلل، وإما أن ينقص إدراكه لضعف في آلات الإدراك مع استقامة إدراكه، وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه، كما يدرك الحلو مرا والخبيث طيبا والطيب خبيثا. نعم. وأما فساد حركة، لذلك المريض ما يجد لذة في الطعام والشراب، وإن كانت من ألذ الأشياء تكون في مذاقه غير طبيعية، يكون الماء العذب يكون مرا، ويكون الطعام رائحته ومذاقه كريها في فمه بسبب المرض، تغير اعتداله. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الماء وينكر الفم طعم الماء من سقم، يقول المتنبي. نعم. وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه، كما يدرك الحلو مرا والخبيث طيبا والطيب خبيثا. الخبيث ما هو الخبيث؟ يعني الحرام؟ لا، الخبيث الطعام الردي، لأن الطعام ينقسم إلى جيد وردي، الطيب فالجيد قال له طيب، والردي قال له خبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. المراد بالخبيث الشيء الردي، ما هو بالحرام، الشيء الردي. نعم. وأما فساد حركته الطبيعية، فمثل أن تضعف قوته الهاضمة أو الماسكة أو الدافعة أو الجاذبة. يلا شوفوا الطب. نعم. وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته الهاضمة أو الماسكة أو الدافعة أو الجاذبة. نعم. فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال. نعم. ولكن مع ذلك لم يصل إلى حد الموت والهلاك، بل فيه نوع قوة على الإدراك والحركة. هذا الجسم المريض مثل القلب المريض. نعم. وسبب هذا الخروج عن الاعتدال إما فساد في الكمية أو في الكيفية. إما وسبب الخروج عن هذا الاعتدال، خروج الجسم يعني عن اعتداله. نعم. إما فساد في الكمية أو في الكيفية. نعم. فالأول إما نقص في المادة فيحتاج إلى زيادتها، وإما زيادة فيها فيحتاج إلى نقصانها، والثاني
إما بزيادة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة أو نقصانها عن القدر الطبيعي فيداوى بمقتضى ذلك. نعم. ومدار الصحة على حفظ القوة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة، ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة. نعم. وقد تضمنها الكتاب العزيز وأرشد إليها من أنزله شفاء ورحمة. نعم. فأما حفظ القوة فإنه سبحانه أمر المسافر والمريض أن يفطر في رمضان، ويقضي المسافر إذا قدم والمريض إذا برئ. يعني حفظ القوة، لأن المسافر عليه مشقة وتضعف قوته في السفر، إذا اجتمع عليه الصيام ومشقة السفر فإنه يؤثر عليه، فلذلك الله رخص له في الإفطار. كذلك المريض الذي يلحقه مشقة بالصيام رخص الله له بالإفطار، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يقضيها في أيام يرتاح فيها ويستطيع الصيام من دون مشقة بليغة. نعم. هذا من رحمته سبحانه، هذا علاج من الله جل وعلا، هذا من أدوية القرآن الكريم. نعم. فأما حفظ القوة فإنه سبحانه أمر، والمراد بهذه الرخصة حفظ قوة الجسم، حفظ قوة الجسم، لأنه لو صام وهو مسافر ضعف جسمه، أو صام وهو مريض يضعف جسمه. نعم. فأما حفظ القوة فإنه سبحانه وتعالى أمر المسافر والمريض أن يفطر في رمضان، ويقضي المسافر إذا قدم والمريض إذا برئ، حفظا لقوتهما عليهما. نعم. فإن الصوم يزيد المريض ضعفا، والمسافر محتاج إلى توفير قوته عليه لمشقة السفر، والصوم يضعفها. نعم. وأما الحمية عن المؤذي فإنه سبحانه حمى المريض عن استعمال الماء البارد في الوضوء والغسل إذا كان يضره. نعم. وأمره بالعدول إلى التيمم. نعم. حمية المريض إذا كان يشق عليه الوضوء بالبرودة فإنه يتيمم. كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، لم تجدوا ماء هذا العذر، ومرضى هذا عذر آخر، المرض. نعم. المرض الذي يلحق المريض بالوضوء مشقة تأثير فيه على صحته. نعم. وأما الحمية عن المؤذي فإنه سبحانه حمى المريض عن استعمال الماء البارد في الوضوء والغسل إذا كان يضره، وأمره بالعدول إلى التيمم حمية له عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدنه. نعم. فكيف بالمؤذي له من باطنه. نعم. وأما استفراغ المادة الفاسدة فإنه سبحانه أباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه، فيستفرغ بالحلق. أتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، يحلق ويفدي، فدية مخيرة، صيام 3 أيام، طعام 6 مساكين، ذبح شاة خير فيها، هذا إذا كان فيه قمل مثلا، فيه القمل الذي يمتص دمه يتأذى منه، يستفرغ من هذا القمل بالحلق، يحلق رأسه، رخص الله وهو محرم، رخص الله له بذلك. ما اللي ما فيه أذى حرام عليه أن يحلق رأسه حتى يتحلل من إحرامه، لأن هذا من محظورات الإحرام، فهذا من حماية الله لهذا المسلم من الضار. نعم. وأما استفراغ المادة الفاسدة فإنه سبحانه أباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه، استفراغ يعني يستفرغ من الشعر الذي يجتمع فيه القمل
يتخلص من القمم بهذا. نعم. فيستفرغ بالحلق الأبخرة المؤذية له، وهذا من أسهل أنواع الاستفراغ وأخفها، فنبه به على ما هو أحوج إليه منه. وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر. انتبهوا انتبهوا، هذا الطب عند ابن القيم اليوم أنه أخبر فيه طبيب ماهر، تحير الطبيب. نعم. وقال هذه الفائدة لو سافرت إلى كذا وكذا أبحث عنها ما وجدتها. نعم. وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذا فقال: والله لو سافرت إلى المغرب في معرفة هذه الفائدة لكان سفرا قليلا، أو كما قال. نعم. وإذا عرف هذا فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته، وهو الإيمان وأوراد الطاعات. إذا كان الجسم يحتاج إلى ما يحفظ عليه صحته، فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه إيمانه. نعم. وإذا عرف هذا فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته، وهو الإيمان. نعم. وأوراد الطاعات. نعم. وإلى حمية عن المؤذي الضار، وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع المخالفات. نعم. وإلى استفراغه من مادة فاسدة تعرض له، وذلك بالتوبة النصوح واستغفار غافر الخطيئات. نعم. ومرضه هو نوع فساد يحصل له، يفسد به تصوره للحق وإرادته له. ومرضه هو نوع فساد يحصل له. نعم. يفسد به تصوره للحق وإرادته له، فلا يرى الحق حقا، أو يراه على خلاف ما هو عليه، أو ينقص إدراكه له، ويفسد به إرادته له، فيبغض الحق النافع، أو يحب الباطل الضار، أو يجتمعان له وهو الغالب. ولهذا يفسر المرض الذي يعرض له تارة بالشك والريب، كما قال مجاهد الذي يعرض للقلب، يعني يفسر المرض في قلوبهم مرض. يعني ولهذا يفسر المرض الذي يعرض له تارة بالشك والريب، كما قال مجاهد وقتادة في قوله تعالى: في قلوبهم مرض، أي شك، وتارة بشهوة الزنا، كما فسر به قوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. فالأول مرض شبهة، مرض شهوة، مرض الشهوة يعني شهوة الزنا، إذا سمع الخضوع المرأة بالقول طمع فيها. نعم. فالأول مرض الشبهة. الله أمر المرأة عند خروجها بالاحتجاب: قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يعني يعرفن بالعفة والدين، فلا يؤذين، لأن الفساق ما يتعرضون إلا لضعيفة الدين وضعيفة الإيمان، أما المؤمنة الصادقة وهم يبعدون عنها ما يطمعون فيها، ما يطمع. فالحجاب فيه قطع لأطماع الفساق عنها، هذا الحجاب. وعدم الخضوع في القول فيه قطع لأطماع الذين في قلوبهم مرض. نعم. أمرها بالحجاب وأمرها بعدم الخضوع في القول. نعم. وين هالحين النساء؟ الحجاب ما يعوض الله على ما قال، والكلام والضحس والممازحة والمغازلة حدث ولا حرج، وكأن الشهوة فقدت من الرجال والنساء، وكأن الشيطان مات ولا هو موجود. نعم. فالأول مرض الشبهة، والثاني مرض الشهوة، والصحة تحفظ بالمثل والشبه، والمرض يدفع بالضد والخلاف. نعم. وهو يقوى بمثل سببه ويزول بضده، والصحة تحفظ بمثل سببها وتضعف أو تزول بضده. ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح من يسير الحر والبرد والحركة ونحو ذلك، فكذلك القلب
إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء من الشبهة أو الشهوة، حيث لا يقدر على دفعهما إذا وردا عليه، والقلب الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك وهو يدفعه بقوته وصحته وبالجملة. فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وضعفت قوته. إذا حصل وبالجملة فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وضعفت قوته وترامى إلى التلف ما لم يتدارك ذلك، بأن يحصل له ما يقوي قوته ويزيل مرضه. نعم. الباب الثالث. يكفي، كلام عجيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كانت تراوده الشبهات والشكوك في الدين لكنه يكره ذلك، فهل هو من الذين في قلوبهم مرض؟ لا، هذا دليل على أن قلبه صحيح. إذا كان ما يكره التلفظ بهذا، إذا كان يكره التلفظ بهذا، هذا دليل على صحة إيمانه. ولهذا لما سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يجدونه في نفوسهم، قال: أحب أن أتردى من جبل ولا أتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان. الحمد لله الذي رد، الحمد لله الذي رده إلى الوسوسة. نعم. إذا يعني قل من لا يجد شيء من في نفسه من الوساوس ومن فلا يتكلم بها ويدفعها ولا تضره أبدا، ما إذا تكلم بها أصابته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه وما حدثت به أنفسها، عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يؤخذ من كلام ابن القيم رحمه الله أنه قد ورد في التوراة والإنجيل عدة الملائكة الموكلين بالنار أنه نفس العدد؟ ما في شك، ما في شك. التوراة غير المحرفة تتوافق مع القرآن، والإنجيل غير المحرف يتوافق مع القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: وشفاء لما في الصدور، هل يرقى الكافر بالقرآن وهل ينفعه ذلك؟ لا، ما قال لما في الأبدان، لما في الصدور، ما هو برقية. هذا شفاء لما للقلوب يعني، وذلك بالإيمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف نعرف الآية المحكمة من الآية المتشابهة؟ فيه كتب مثل أصول التفسير، راجعوا أصول التفسير وعلوم القرآن تجدون بيان المحكم والمتشابه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم فتح مراكز للرقية الشرعية وأخذ مبالغ محددة لمن أراد القراءة؟ هذه متاجرة، هذا ما جرى به عمل السلف، ولا يتخذ الرقية لأجل الحرفة، إنما هي إحسان وعلاج للمحتاج، ولا يتخذها حرفة ويفتح محل ويحط كتاب مثل الطبيب ويحط استقبال. لا، هذا ما هو براقي، هذا طماع، هذا طماع يبي دراهم فقط. وقد لا يحسن الرقية، بعضهم بدو ما عندهم، ما يعرفون الرقية، لكن الناس اللي يجهلون يقولون هذا هو الطبيب وهذا هو الراقي، لأنهم يعرفونه. وأما الراقي الصحيح والمتبع للسنة، هذا ما لأنهم يعرفونه من بلدهم، هذا
ما يروحون لهم، يروحون للأجنبي اللي ما يعرفون. على كل حال هذا تلاعب بالرقية ولا يجوز هذا، وهذا ممنوع حتى من ناحية الدولة تمنع هذا، صادرين به قرار من هيئة كبار العلماء منع هؤلاء المتلاعبين بالرقية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لشخص أن يقرأ على مجموعة من النساء بدون محرم معهن؟ هل وراء مجموعة يقرأ على واحدة، وإذا كان معها من تزول به الخلوة من محرم معها أو نساء معها من تزول به الخلوة فلا بأس، على أن تكون متحجبة وألا يلمسها بيده ولا يضع يده عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف يتم العلاج، كيف يتم العلاج بالقرآن، وكيف ندفع به ما في القلب من الشكوك والجهل؟ بتدبر القرآن، تدبر القرآن، ما هو تقرأه بدون تدبر ألفاظ ثمر فقط، تدبر القرآن وتأمل فيه وطالع تفسيره التفسير الصحيح الموثوق، وبذلك تنتفع بالقرآن بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل القرآن بذاته شفاء أو هو سبب من أسباب الشفاء؟ مو شفاء، السبب يسمى شفاء، السبب يسمى شفاء لأنه يورث الشفاء. نعم بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل كل فاسق يعد كافرا بقوله سبحانه في سورة الفسق الأكبر المخرج من الملة ففسق عن أمر ربه عن إبليس، الفسق الأكبر يخرج من الملة، أما الفسق الأصغر هذا ينقص الإيمان ولا يخرج من الملة، كره إليكم الكهرة والفسوق والعصيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الجمع بين قوله تعالى عليها 19 وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها؟ يا أخي كم للحديث، 70,000 ملك يجرونها أو لا يجرونها، وأما 19 فهؤلاء خزانها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من أخذ فوائد ربوية على ماله مقابل الدخار ولم يكن عالما بحرمتها إلا بعد أخذها، من أخذ فوائد ربوية على ماله مقابل الدخار ولم يعلم مقابل إيش؟ الدخار. الدخار هو نفسه ربا، الدخار ربا، يسمونه الدخار وهو ربا، ما هو خفي هذا. نعم. لا يأخذها، ما يأخذه، يأخذ رأس ماله فقط ولا يعود للادخار. نعم. ثم يقول حفظك الله، فما كيفية التخلص منها؟ التخلص إذا وصل إليك شيء من الربا بدون أنك تقصد ولا تعلم، أو أنك بالأول تأخذ طمع ثم تبت إلى الله عز وجل وعندك مال مجتمع من الربا، تخلص منه بأن تضعه في مشروع عام، في مشروع عام ينتفع به، مثل المال الضائع الذي ليس له مالك، لا على أنه صدقة، لا، على أنه مال ضائع تتخلص منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول أنجبت مرتين وكان الطفل يموت بعد 45 يوما، فقال لها الأطباء إن هذا المرض نادر والطفل يموت في هذا الوقت بعد 45 يوما، تقول وهي الآن حامل في الشهر الرابع، فقال الأطباء نأخذ عينة من الجنين فإذا تبين أنه يحمل المرض نفسه فسنسقطه، فماذا تفعل؟ هل تسقطه أم تصبر؟ لا، ما يجوز إسقاطه بعد ما تنفخ فيه الروح، لا يجوز إسقاطه لأنه قتل للنفس ولا يجوز هذا،
تتوكل على الله وتفوض الأمر إلى الله، إن حيا الحمد لله وإن مات الشكوى إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المقصود بهذا الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية، وكيف يكون تبييتها؟ ما المقصود بهذا الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية؟ يعني لا يصح الصيام إلا أن تنويه قبل الفجر، قبل الفجر، هذا في صيام الفرض، في صيام الفرض. وأما صيام النفل فيجوز أن تنويه من النهار، لكن بشرط أن لا تأكل أو تشرب شيء بعد الفجر. نعم. ومعنى يبيت النية يعني تكون النية عنده قبل طلوع الفجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ندخل في بيوتنا القنوات المحافظة الخاصة بالأطفال حتى يستفيدوا منها ويشاهدوا فيها، يقول، الرسوم المتحركة، حيث إننا نجد صعوبة في إشغال أولادنا في وقت الفراغ بما ليس فيه منكر أو إضاعة للوقت؟ أنت أشغلتهم الآن بما فيه منكر، وهو الصور، الصور متحركة، هذه أشد، صور متحركة وبعضها فيه تسجيل يصير ناطق، هذا شديد، لا يجوز هذا. الأطفال جب لهم لعب، أشياء مباحة، وأعطيهم إياها وشغلهم بها، مباحات ليس فيها صور وليس فيها شيء محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول البعض: إن الإنسان إذا أحب قريبه الكافر فهذه محبة طبيعية وليست شرعية، فهل ما يقوله صحيح؟ ما هو صحيح. الكافر يبغض لكفره سواء كان قريبا أو بعيد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فلا يحب الكافر. كنت تفصل هالتفصيل طبيعية ما أدري إيه، هذا لا داعي له، لأن هذا يسهل الأمر في موالاة الكفار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز تسمية الشخص باسم محيي الدين؟ طيب، لا بس، لا بس، تقي الدين، محيي الدين، محيي الدين البغوي يلقب بمحيي الدين. نعم. فلا بس بهذه الأسماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب بدون أي شروط؟ إلا بشرط أنهم يذكون على الطريقة الشرعية. أما إذا كانوا يذكون على غير الطريقة الشرعية، بالصعق الكهربائي، بالتدويخ، لا يجوز هذا، لا من المسلمين ولا من أهل الكتاب، لازم يكون الذبح شرعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان عادة أهل بلدي عدم ستر الوجه ولا يعرفون غطاء الوجه للمرأة، علمهم يا أخي، ما هي بالمسألة عادات، مسألة دين، علمهم إن كشف المرأة وجهها عند الرجال الذين ليسوا محارم أن هذا حرام، علمهم. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله
الصلاة القائمة. بسم الله ربنا وبحمده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يخرج علينا في هذه الأيام بعض طلبة العلم في الصحف وفي غيرها يناقشون في مسألة ستر الوجه وأنه مستحب وليس بواجب، يقول: ما الرد على مثل هؤلاء؟ اتركوهم. الرد عليهم أنهم يتركون، إلا إذا خشي أنهم يأثرون على المسلمين فلا بد من الرد عليهم بالآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، الرد المفحم لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطال أمام زوجها؟ وما الملابس المحظورة على المرأة أمام أهلها؟ الملابس المحظورة على المرأة عند محارمها كل ما فيه فتنة، كل ما فيه فتنة تتجنبه، تلبس اللباس الساتر ولا تبدي إلا وجهها وكفيها ورأس شعر رأسها ما جرت العادة، وقدميها، هذا اللي جرت به العادة، الأطراف تبديها، ما عدا ذلك لا حاجة إلى كشفه لأن فيه فتنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يخصم من الزكاة على الثمار والتمور ما ينفقه الفلاح من النفقات كاستخراج الماء عبر المحركات الكهربائية؟ نعم، هذا يتبع الخارص الذي يخرص الثمار، يترك للمزارع أو للفلاح يترك له ما بين الثلث إلى الربع لأجل نفقاته وكلفه. نعم، العامل هو الذي يحدد له، لا هو من نفسه يخصم هو، لا، اللي تبع العمال اللي يخرصون الثمار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت في المسجد ثم خرجت لأتوضأ ورجعت إلى المسجد مرة أخرى، فهل أصلي تحية المسجد؟ إذا كان أنك خرجت بنية الرجوع، تبي توضأ ولا تأخذ حاجة وترجع، فأنت في حكم الذي في المسجد، لا داعي لتكرار تحية المسجد لأنك في حكم الباقي في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مجموعة من النساء يذهبن إلى بلد لحفظ القرآن الكريم ودراسة علم التجويد والحصول على إجازة فيه، وهذه البلد تبعد عنهن مسافة 40 كيلو، فيذهبن بلا محرم بل في سيارات الأجرة، يقول: ما حكم هذا العمل وهل يعد من السفر؟ هذا ليس من السفر، ولكن المرأة تخرج من بيتها ليه؟ ما تخرج من بيتها لأجل تحفظ القرآن، تحفظ القرآن في بيتها، تأتي بمدرسة أو يجتمعن في بيت إحداهن وتأتيهن مدرسة، ولا حاجة يروح المسافة لقصد حفظ القرآن. نعم. والتجويد هذا ما هو ضروري، التجويد ما هو ضروري. نعم. فضيلة والحفظ ما هو ضروري، إذا حفظت ما تقرأ به في صلاتها فالباقي ما هو ضروري، تقرأ من المصحف بدون حفظ ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة عادتها 7 إلى 8 أيام لكن الدم ينقطع أحيانا لمدة يوم كامل فلا ترى الدم ثم يعود، يقول: ماذا تصنع أثناء انقطاعه في أثناء أيام العادة؟ إذا كان يوم كامل ما يجيها شيء تغتسل وتصلي هذا اليوم، يصير طهر متخلل أثناء الحيض، فتصلي تغتسل وتصلي فيه. نعم. إذا عاد الحيض تترك الصلاة إلى أن تكمل حيضها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أسقطت المرأة في الشهر الأول، إذا أسقطت المرأة حملها في الشهر الأول فالدم دم فساد، فهل يجوز لزوجها جماعها؟ يكره،
يكره له جماعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى ما ورد في الحديث عن الله سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين؟ نعم، الحديث على كما هو على ظاهري أن الله جل وعلا كلتا يديه يمين، لأن اليمين عضو شريف، والله جل وعلا كلتا يديه يمين، يوصف بأن له يمين وشمال، ولكن شماله يمين سبحانه وتعالى، من باب المدح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن أكلم زوجتي عبر الهاتف أو الإنترنت بالصوت والصورة عن طريق الفيديو؟ يقول: هل يجوز أن أكلم زوجتي عبر الهاتف أو الإنترنت بالصوت والصورة عن طريق الفيديو؟ الصورة وش الداعي لها؟ بالصوت ما يخالف، التلفون أو غيره من وسائل الاتصال، أما الصورة، الصورة محرمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ وكيف نرد على من قال بذلك مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويقول إن هذا مطلق؟ نعم، إذا كان أنه ما استطاع العمل أو نطق بالشهادة في آخر حياته عارفا بمعناها، عاملا بمقتضاها، متيقنا، لا يدخل الجنة. أما إذا ترك العمل باختياره فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه ما عمل بها. لا إله إلا الله لها حقوق ولها واجبات ولها فرائض وسنن، بس كلمة تقال باللسان. نعم. فضيلة الشيخ، لكن هذا محمول على من لم يتمكن من العمل بعد ما قال لا إله إلا الله حتى مات قالها موقنا بها مصدقا بها ثم مات، هذا تنفعه لا إله إلا الله لأنه لم يتمكن من العمل. أما من ترك العمل وهو صحيح وترك العمل مدة حياته فهذا ليس بمؤمن ولا تنفعه لا إله إلا الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يقول: نرى كثيرا من الناس يتكلمون حال قراءة القرآن، فهل هذا الفعل محرم؟ نعم، لا يجوز. إذا بغوا يحسون يغلقون القرآن ويحسون، أما أنهم يحسون والقرآن يقرأ فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم السلام على الأموات وهم في المقبرة إذا كانت المقبرة بعيدة ولم أدخل إليها؟ إذا مررت بها تسلم على الأموات، أما إذا كنت بعيد عن المقبرة ما وردت السنة بهذا أنك تسلم عليهم وأنت بعيد، سلم عليهم إذا مررت بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أردت صيام 3 أيام في الشهر، يقول: إذا أردت صيام 3 أيام من كل شهر، نعم، فهل لا بد أن تكون هي الأيام البيض؟ لا، صوم 3 أيام من الشهر مجتمعة متفرقة متتابعة متفرقة ما في بس، المهم 3 أيام من الشهر، أيام البيضة وغيرها. نعم. من أوله من وسطه من آخره ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الآن هناك من المسلمين من يقول إن العيش في بلاد الكفار هو أفضل من العيش في بلاد المسلمين، لأن المعيشة في بلاد المسلمين فيها ضنك وضيق في العيش، وأصبحوا يسافرون إلى بلاد الكفر كلاجئين، هل يجوز هذا العمل؟ لا، ما يجوز هذا العمل، هو اللي فضل بلاد الكفار على بلاد المسلمين
هذا نسأل الله العافية، هذا يفضل الكفر على الإيمان والكفار على المسلمين، لا يجوز هذا. لكنه إذا ألجي أو كان في بلاد الكفار ولا يقدر على الهجرة فهو معذور بشرط التمسك بدينه وإقامة دينه حتى يتيسر له الهجرة، أما أنه يستقر فيها عن رغبة وعن لأنها فيها رخاء من العيش أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، هذا يؤثر الدنيا على الآخرة، وهذا يسيء الظن بالله، يظن أنه لاجى البلاد المسلمين يموت جوع أو ما يحصل له شيء. يحسن الظن بالله عز وجل، ومن يتوكل على الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، نعم، ويرزقه من حيث لا يحتسب، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الأفضل أداء راتبة الفجر في البيت أم في المسجد؟ حسب الأسهل عليك، هذا حسب الأسهل عليك، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يتم تزكية أموال من يتاجر في العقار حيث لا يجتمع المبلغ في وقت واحد عنده؟ هذا إذا حال الحول فإنه إن كان عنده أراضي يثمنها معروضة للبيع يثمنها ويزكيها، إن كان عنده نقود فإنه يخرج منها ربع العشر، يعني يحصي ما عنده من النقود ومن الأراضي ومن عروض التجارة ويجملها ويخرج ربع العشر، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الجمع بين قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، وبين قوله سبحانه: قد أفلح من زكاها؟ زكاها بالطاعة أو زكاها بالمدح، لا تزكوا أنفسكم يعني بالمدح والإعجاب بها، زكوها يعني بالطاعة، طاعة الله عز وجل، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لبس الخاتم بالنسبة للرجل هل هو من السنة أو يقال بأنه مباح؟ من المباحات، ما هو من السنة ولا من البدع، مباح، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سائل من بريطانيا، يقول: عندنا في بريطانيا خطيب لا يجيد العربية وقراءته لا يجيد العربية ولا قراءة القرآن، بل قليلا ما يستدل بالآيات القرآنية مخافة الخطأ، ودائما خطبته تتعلق بالردود وذكر أسماء أشخاص معينين، يقول: ما نصيحتكم لمثل هذا الخطيب في بلدنا؟ ابحثوا عن خطيب غيره، والحمد لله اليوم خطباء وحفظة القرآن كثيرون في كل مكان، ابحثوا عن إمام وخطيب يحسن، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الفرق بين التدبر والتفسير، وما الجائز منهما للعام؟ التفسير من التدبر، التفسير وبيان المعاني هو من التدبر، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من فاته سماع بعض جمل الأذان هل يردد ما بقي؟ يكمل الباقي، يكمل الباقي ويأتي بالدعاء بعد الأذان الوارد، ويحصل له من الأجر بقدر ما عمل، نعم. وهل يقضي ما مضى حفظك الله؟ يقول: إذا قضاه لا بأس، نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.